إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ونحن في موسم الامتحانات، تخيل معي أن طالبا دخل الامتحان فوجد أسئلة ما كانت تخطر له ببال، لكنها أسئلة من صميم المقرر، إنها أسئلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى ماذا تكون هذه الأجوبة النموذجية لتلكم الأسئلة الربانية؟ تخيل أنك دخلت الامتحان فوجدت هذا السؤال: فأين تذهبون؟ إلى أين تمضي يا عبد الله؟ إلى أين تذهب يا عبد الله؟ فأين تذهبون؟ النهاية عند رب العالمين: إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك المنتهى. فهل ستجيب الإجابة النموذجية حينئذ، حين يسألك رب العالمين فيقول لك: فأين تذهب؟ فتقول: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أنا ذاهب إلى الله، وأنا واثق تمام الثقة في أن الله جل في علاه سيأخذ بيدي، أنا أحسن الظن به. فالله جل في علاه يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء،
إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ترى لو وجدت السؤال الثاني يقول لك رب العالمين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل ظننت أنك ستعيش الحياة هكذا دون أن تفتن؟ كل الناس كتب عليه نصيبه من الفتنة، فالرجل يفتن في أهله ويفتن في ولده ويفتن في ماله ويفتن في جيرانه ويفتن في عمله، لا بد أن يفتن. يا رب، لما ذلك؟ لما كتب علينا مثل ذلك؟ فيقول رب العالمين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتنة ترسل إليك ليمتحنك الله في الصدق والكذب، لأنك تستطيع أن تدعي كيفما شئت أنك وصلت إلى درجة في محبة الله وفي الإيمان وفي قل ما شئت، لكن هذه الفتن هي التي توضح ما بداخلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذا الحديث يحتاج منا إلى تأمل. الفتن ستعرض. هذه الفتن قد تكون فتنة الشهوات أو الشبهات. سوف تعرض لك فتنة في عملك، في اكتساب المال، فتنة في زوجك، فتنة في ولدك، هكذا. قد يعرض لك ابتلاء، ينزل بك مرض، تعرض لك حادث من الحوادث، فهل حينئذ سيتلقاها قلبك بالرضا عن الله جل في علاه ربه، أم أنها ستترك تسخطا وإعراضا عن الله فتقع في الذنوب والمعاصي؟ تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، والفتن ما أكثرها؟ الفتن كثيرة والقلوب ضعيفة، الفتن خطافة تخطفك. وإلا قل لي بالله، لماذا أنت لا تستشعر القرب من الله؟ تعرض لك فتنة فتأخذ بك يمنة ويسرى، فإذا جاءت هذه الفتنة وتلقيتها أنت بإعراض عن الله وتسخط على قدر الله، تنكت في القلب نكتة سوداء، هذه النكتة السوداء تتضاعف كلما وقعت في ذنب، حتى والعياذ بالله تصل إلى مرحلة الران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب سود بقى، في حاجة قفلة بينه وبين ربنا. شوفوا الآية بعد ما قال إيه:
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هو ده اللي حاجب بينك وبين ربنا. ابتدت منين؟ ابتدت بفتنة، ابتدت بواحد نظر إلى امرأة في الطريق ما غض عنها بصره، نظر إلى فترينة جميلة شدت انتباهه فأراد أن يتحصل على هذا الشيء، ليس معه ما يستطيع أن يتحصل به، فبدأ يفكر وبدأ يتسخط، لماذا ليس معي مال؟ لماذا ليس معي كذا؟ فنكتت هذه النكت السوداء فوقع في المعاصي. فهكذا شأن القلب الأول أشربها. ولذلك كان العلماء يوصون أن تجعل قلبك، يقولون كالقارورة المصنوعة، زي الزجاج، الفتن تأتي فتضرب في جدار الزجاج لكن لا تدخل إلى الداخل، عليك أن تصدها، عليك أن تبتعد عنها حتى لا تدخل في قلبك فتنكت في قلبك النكتة السوداء. أما القلب الآخر، هذا الذي صدها أنكرها، ماذا تركت في قلبه؟ تركت نورا، فنكتت في قلبه نكتة بيضاء، صار قلبه منيرا مضيئا بإعراضه عن هذه الفتنة، فصار كما قال صلى الله عليه وسلم كالصفا، كأنه حجر أملس أبيض جميل. ماذا يحدث له؟ لا تؤثر فيه الفتن، هذا لا يتسخط على قدر الله، هذا راض عن الله، هذا يقول إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. الفتن لا تؤثر فيه، لا شهوة ولا شبهة. أما الآخر، وهذا حال أكثرنا الذي نكتت في قلبه النكتة السوداء، ماذا حدث له؟ انتكس قلبه، صار كالكوز الذي صار منكسا مربادا، أي تغير لونه واسود، مال إلى السواد، فصار لا يعرف معروفا، لا يعرف كيف يمضي، كيف يذهب إلى ربه. تسأله وسل نفسك، لماذا أنت تعيش؟ لماذا تحيا؟ ماذا تريد؟ فيما تفكر؟ قل لي بالله الآن، الآن وأنت معي الآن تسمع إلى هذه الموعظة، بالله فيما تفكر؟ أليست هي الدنيا؟ أليس هو هم النفس؟ أليس هو هم البيت؟ أليس أليس؟ وأين الله من قلوبنا؟ هذا ما حدث، انتكس القلب واسود بسبب أنه فتح قلبه لهذه الشبهات وهذه الشهوات، فنكتت فيه النكت السوداء، فانتكس قلبه فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما الذي يسيره؟ هواه، مزاجه، اللي يجي على مزاجه هو اللي يكون، حتى ولو كان هواه هذا أحيانا يكون في طاعة هواه. هذا هو الذي يحدث من جراء الفتن. الإجابة النموذجية على هذا السؤال، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تأتي الآيات بعدها لتضع لك الإجابة النموذجية للخلاص من الفتن. يقول الله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هل ظننت أنك إذا عصيت الله سيمضي الأمر هكذا دون عقاب؟ أحيانا تظن كذلك، أحيانا يغرك حلم الله عليك. ما غرك بربك الكريم؟ غرك حلمه، غرك ستره، غرك أنك ظننت أنه سيغفر لك ويرحمك
وأنت مقيم مصر على المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مصر مقيم على المعاصي فاعلم أنما هو استدراج. استدراج أي أن الله عز وجل سوف يبتليه بلاء صعبا، فإنه قد يظهر أمام الناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، شكله حلو، لكن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يقول لك راجل كان طيب وحسن السيرة والناس تشكر فيه، مرة واحدة وجدوه ميت من أثر تناول مخدر من المخدرات، وهو والعياذ بالله بيشرب شيء، وهو في بيت ضعر، وهو يصنع كذا من المعاصي. كيف صار هذا؟ هذا رجل طيب في الشك، أما قلبه فليس كذلك. استدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ هل سيمر الأمر هكذا؟ اسمع إلى هذا النذير العظيم من الله، يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، لن يترك أحد، خالف أمر الله دون عقاب. لكن تتفاوت العقوبات، فهذا قد يبتلى بالهم، هذا يبتلى بأرق، هذا يبتلى بداء نفسي، اكتئاب، هذا يبتلى بمحق البركة وهو لا يدري. والله لا يمر ذلك دون عقاب إلا أن يتوب من قريب، إلا أن يستدرك أمره ويقول: ربي أذنبت فاغفر لي. فيقول الله: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. أما أن تقيم وتصر على المعاصي فالله يقول: فلما آسفونا، لما أغضبونا فعصونا انتقمنا منهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ سيفوت هذا الأمر هكذا؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ كيف يكون؟ كيف يكون عدل الله أن يسوي بين رجل مطيع وبين رجل عاصي؟ لكن لا ينبغي أن تفهم هذا الأمر أن هكذا الأبواب قد غلقت أمامك، لا والله، بل منزلة التوبة عند الله أعظم من منزلة الطاعة نفسها. فالله يحب التوابين. قد تبتلى بمعصية فيمن الله عز وجل عليك فينكسر قلبك وتبكي على ذنبك وعلى خطيئتك، وهاكم النجاة أن تبكي على خطيئتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عقبة بن عامر حين قال له: من نجا؟ فقال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. فإذا حدث لك هذا الأمر يفرح الله بك، وقد يعليك في درجة لم تكن قبلها وأنت مطيع. قد يكون هذا هو فقه وحكمة أن وقعت في الذنب. أما أن تجد نفسك بعد الذنب لا تشعر بأي ألم ولا تشعر بأي ندم ولا تتحسر، هاكم الخوف، خف على نفسك، لأن قلبك إذا لم تكن فيه حرارة الإيمان هذه فأخشى أن يكون قد طبع على قلبك وصار عليه الران، فحجبت عن رب العالمين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن أول طريق في النجاة من الفتن التوبة، والسبيل إليها أن تخاف من عقوبات المعاصي. فوالله
إن من الذنوب ما يعجل عقوبته في الدنيا كالظلم والبغي والعقوق وكالزنا وغيرها من الموبقات. من يعمل سوءا يجزى به، ستشرب من نفس الكأس، فمن خان سيخان، ومن انتهك عرضا سينتهك عرضه. فإذا علمت ذلك خفت وقلت قد وقعت في مثل ذلك، فماذا أصنع؟ هل سأبتلى هكذا؟ أقول لك لا، إذا تبت من قريب، إذا استدركت أمرك فيتوب الله عز وجل عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص حين بايعه، قال يا عمرو أبسط يدك أبايعك، فوضع سيدنا عمرو يده ثم قبضها، فقال ما لك يا عمرو؟ قال وفجراتي والمصائب التي صنعتها في الجاهلية والذنوب العظام التي فعلتها. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ فالتوبة تهدم كل شيء كان قبلها. إذن أول شيء أن تتوب إلى الله عز وجل من قريب. ثم قال الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يعني أن العلاج الثاني من الفتن الاشتياق إلى الله. من كان يرجو لقاء الله، هل تحب الله؟ أكيد أنت تحبه، قد فطر الله القلوب على محبته جل في علاه. فهل تشتاق إليه؟ هل تحب لقاءه؟ هل تتمنى أن يمن الله عز وجل عليك فتراه؟ رؤية الله جل وعلا في الجنة أعظم النعيم. الشوق هذا لا يكون إلا من قلب محب. فإذا أردت أن يحفظك الله من الفتن فسبيلك إلى ذلك أن تحب ربك حبا حقيقيا علامته أن تشتاق إليه فتناجيه وتركع بين يديه وتسجد وتناجيه وتفضفض وتتكلم من قلب كلام لسانك، أنت تحبه فترجو لقاءه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أهل العلم هذه الآية سكن الله بها قلوب المشتاقين إليه، إنها قلوب مفعمة بحبه تريده. فقال لهم اصبروا إنها أيام قليلة في الدنيا ثم تأتوني. انظر إلى حبيبك المشتاق محمد صلى الله عليه وسلم وهو بين سحر ونحر السيدة عائشة وهو في مرض موته، ثم يرفع أصبعه هكذا ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فتقول عائشة علمت أنه حينئذ يخير، فما من نبي إلا وخير عند موته، أيقبض أم يظل في الحياة؟ فأخذ النبي يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. خلاص تعبت اشتقت إليك يا رب، كفى هذه الحياة، بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. إذن هذه الروشتة للخلاص من الفتن، أولا التوبة من قريب، ثانيا الاشتياق إلى الله، وهذا يكون بأن تحب ربك حبا حقيقيا. أدلك على شيء عملي تحب به ربك، أدمن النظر في كتابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يحب الله، عايز بقى ربنا تبقى محبته في قلبك كبير أوي، من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. النظر في كتاب الله يبعث المحبة في القلب، هذه المحبة تجعلك مشتاق إلى الله
فتكره الدنيا وما فيها، كفى. أحب ربي لا شريك له، لا إله إلا هو. تدري والله معنى كلمة الشهادة هذه التي ننطقها لا إله إلا الله، معناها أنه لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا هو. وتمام العبودية بأمرين: الحب التام لله والذل التام لله. فكلمة لا إله إلا الله معناها لا محبوب بحق إلا الله. أنا لن أعد أحب إلا أنت. من الناس من يحب غير الله عز وجل، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى رقم 2 الاشتياق والحب لله جل في علاه. قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أجل الله لآت، يوم القيامة. فرقم 3 الإيمان باليوم الآخر، هذا يحفظك من الفتن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فسوف يحفظه الله من الفتن. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة دائما يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا لا يقول: من كان يؤمن بالله ورسوله، من كان يؤمن بالله والقدر، من كان يؤمن بالله وملائكته ورسله؟ لماذا اليوم الآخر؟ هناك أمور أخرى من أركان الإيمان، لماذا ينص دائما على اليوم الآخر؟ إنك إذا حققت هذين الركنين فقد تم الأمر لك. وعلاماته ما ذكره النبي في الأحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقد مر بنا: أمسك عليك لسانك. إذا كنت بحق تؤمن باليوم الآخر فستهون عليك أمر الدنيا، ستكرم جارك، ستكرم ضيفك، ستعامل الله فيهم حتى ولو آذوك. إنك تؤمن باليوم الآخر تقول: هذا شيء أعده ليوم القيامة، هذا شيء أعده ليوم المعاد. فإذا صنعت ذلك حفظك الله جل في علاه من الفتن. إذن الأمر الثالث: فإن أجل الله لآت، الإيمان باليوم الآخر. قال: وهو السميع. لماذا ختم الآية بالسميع العليم؟ سميع يعني يسمع كلامك. يبقى الأمر الرابع: احفظ عليك لسانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني قد تشتكي تقول: والله أنا مثلا في أيام رمضان، أو جيت مرة من عمرة، أو في يوم من الأيام ربنا فتح علي ووجدت حلاوة للإيمان وقرب، لكن تبدل الأمر وعوج الحال، ويوم أجد نفسي هكذا، ويوم أجد نفسي في واد آخر، ماذا أصنع حتى يستقيم أمر إيماني؟ يقول لك النبي هكذا: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. وكيف يستقيم قلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لو أمسكت لسانك فلم تتكلم بشيء يسخط الله عليك. إن الرجل لا يتفوه بالكلمة، لا يعطي لها بالا، كلمة وخلاص، غيبة، نميمة، كذب، أي شيء، حاجة لا يلتفت إليها الناس الآن. يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. إذن الأمر الرابع في الوقاية من الفتن: أن تراعي ربك السميع الذي يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. وهذا الأمر الخامس. قال: السميع العليم. العليم بأي شيء؟ يعلم ظاهرك، عارفك كويس، عارف أنت إيه، ويعلم باطنك، ويعلم ما بداخلك.
لأنه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، لا يلتفت إلى ما يلتفت إليه الناس، الشكل حلو، لا لا، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو المحك المعتبر، قلبك بينبض لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم أنه ينبض بحب الدنيا وشهوات النفس؟ هكذا يعلم باطنك ويعلم قلبك. فالأمر الخامس، أصلح قلبك، طهر قلبك. قل لي كلاما عمليا، كيف أطهر قلبي؟ أقول لك بإدمان الاستغفار. فإن الذنب إذا نكت هكذا في القلب بالنكتة السوداء فلا يمحوه إلا الاستغفار، فكما نص النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيستغفر فيثقل قلبه، يعني يصير قلبه في حصن بالاستغفار. فإذا أدمنت الاستغفار وجدت كأن هذه النكت السوداء ترتفع من قلبك، فيرجع القلب مرة أخرى منيرا مضيئا، فيه باعث الإيمان، فيه حلاوة الإيمان. إذن الأمر الخامس للوقاية من هذه الفتن، لنجيب على سؤال رب العالمين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سيكون بأن تطهر قلبك. آخر هذه الأمور ما جاء في الآية التي تليها، قال الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يبقى الأمر السادس المجاهدة للنفس، يعني أقول لنفسي لا، نفسي تريد شيء، ليس كلما اشتهيت اشتريت. لما وجد عمر رضي الله عنه أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شيئا من لحم، فقال له من أين أتيت؟ قال اشتريت لحما، هذا مباح. قال أفكلما اشتهيت اشتريت؟ كل ما تهفو نفسك لشيء تعمله؟ لا، لابد أن تنهى نفسك عن الهوى. فهذا شعار الدخول إلى الجنة، عنوان الدخول إلى الجنة، ونهى النفس عن الهوى، قال لنفسه لا في مباح مش في حرام، لأنه لو قال لنفسه لا في حلال يبقى يسهل أنه يقول لها في حرام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، يبقى بيقول لنفسه لا لم أقع في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أثنوا ذات مرة على أحد الصحابة وقالوا إنه قد بلغ منزلة عظيمة، إنه كان يصنع كذا وكذا، قال هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا لا. قال هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ هل كان يقول لنفسه لا أحيانا؟ هل كان يجاهد نفسه؟ قالوا لا. قال ما بلغ صاحبكم ما تقولون. إذن الأمر السادس المجاهدة للنفس. قال فإن الله لغني عن العالمين، معناه أن تفتقر إلى الله، تذل إلى الله. وهذا قد يتحقق بسجود تسجده في جوف الليل المظلم، تذل وتنكسر فيه إلى رب العالمين، لأنك لا تستغني عن ربك. عايز تعرف أنت نفسك شداك بعيد عن ربنا ولا أنت ماشي في الطريق؟ انظر هل أنت منكسر ذليل خاضع بين يدي ربك وأنت تصلي وأنت تذكر الله وأنت تقرأ القرآن، هل تجد هذا الانكسار؟ إذن قد حفظك الله من طغيان النفس، وإلا فقد ابتليت بطغيان النفس. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى عن ربنا خلاص، ربنا فقط إذا أراد حاجة يرفع إيديه يا رب أعطيني، غير هذا هو يستطيع أن يؤدي أموره بكفاءة دون الاحتياج إلى رب العالمين. وهل يقول هذا أحد؟ والله أحوالنا أحيانا تقول كذلك. هذه الرشدة في هذه الأمور السبع
بها نستطيع أن نقي أنفسنا من شر الفتن. فادعوا الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإذا كان الحال أننا نتكلم عن زمان الفتن الذي نحن فيه ونريد أن يحفظنا الله عز وجل من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يستقيم أحوالنا، أن لا نبتلى بسوء خاتمة ولا بعاقبة ذنب من الذنوب، فنسأله جل في علاه أن يحفظنا من هذه الشرور كلها. أدلك على عمل جميل نتواصى به حتى نحفظ من هذه الشرور. عليك أن تكثر من هذه الأمور ألا وهي موجبات الرحمة، حتى يحفظك الله من هذه الفتن جميعا، فلا تتنزل عليك اللعنات وتبتعد عن سخط الله وغضبه. ماذا تصنع؟ سل الله موجبات رحمته، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك موجبات رحمتك. دعنا نضع أمورا عملية نتواصى بها حتى نحفظ، حتى يمن الله جل في علاه علينا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه، فنستطيع أن نذهب إليه فيهدينا. الأمر الأول من موجبات الرحمة أن ترحم الناس. ارحموا من في الأرض يرحمك من في السماء. وأدلك على وصية: ارحم اليتيم خاصة، اليتيم بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتحب أن يلين قلبك؟ نفسك قلبك بقى الأسود تتشال، نفسك بقى تعرف تحس أن قلبك بيدوق حلاوة الإيمان. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، تدرك الجنة، تدرك رؤية الله في الجنة، أمورك في الدنيا تكون مستقيمة وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. إذن إذا رحمت اليتيم فالله الرحمن الرحيم يتنزل عليك برحمة أعظم. هل ترحم عبدي؟ سأرحمك رحمة لا توصف ولا كانت تخطر لك على بال. فالأمر الأول رحمة الناس. الأمر الثاني الاهتمام البالغ بالقرآن. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يبقى لازم يبقى لنا ورد كل يوم نفتح المصحف علشان تسكب في قلوبنا محبة الله وتتنزل علينا الرحمات. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، حتى تنزل الرحمة. إذن قراءة القرآن، الاستماع إليه، النظر في المصحف، الإنصات، تدبر القرآن، تستنزل به الرحمات فتحفظ من هذه الفتن جميعا. الأمر الثالث أن تهتم بعيادة المرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من عاد مريضا، يعني في الصباح، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. والملائكة إذا صلت عليك يعني دعت ليك، تدعي لك تقول لك إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يبقى من أعظم أسباب غفران الذنوب وتنزل الرحمات عيادة المرضى. فمن عاده في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض، يدخل البحر، بحر رحمة الله، يخوض في رحمة الله، فإذا جلس عنده اغتمس فيها، غرق في رحمة الله. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع المكث في المسجد. قعدتك دي لا تستثقلها،
الملك بجوارك الآن يترحم لك ويستغفر لك، يقول اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم اغفر، اللهم ارحم. فمكثك في المسجد تستنزل به الرحمة. الأمر الخامس كثرة الاستغفار، وإحنا ذكرناها مرتين اهو. الأمر الأول حتى تطهر قلبك، والأمر الثاني حتى تستنزل الرحمة. يقول الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فنتواصى أحبتي في الله بهذه الأمور الخمس: أولا أن نرحم الناس، ثانيا أن نهتم بالقرآن، ننصت للقرآن، نسمعه ونتدبره ونقرأه آناء الليل وأطراف النهار، أن نعود المرضى، أن نكثر من الاستغفار. هذه الأمور كلها ترفع عنك الفتن وتحفظك من النقم إذا صنعتها بإخلاص وصدق لرب العالمين. ثم في الختام أوصيكم بآداب الجمعة، فلا تنسوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. علينا بقراءة سورة الكهف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة. على الصراط والدنيا مظلمة تماما، يأتي هذا النور فتستطيع أن تمضي إلى الجنة بإذن الله. سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء وغفر له ما بين الجمعتين. الأمر الثاني نكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا. أكثروا دي بقى تطلع ديه، هتصلي على النبي 100 مرة، 200 مرة، 1000 مرة، فمستقل ومستكثر. فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. والأمر الثالث أن نتواصى بتحري ساعة الإجابة، وهي بين العصر والمغرب، لا سيما في الساعة التي قبيل صلاة المغرب، آخر وقت قبل المغرب، نتواصى فيها بكثرة الدعاء. عسى الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالقبول. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم قنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن. طهر اللهم قلوبنا، طهر اللهم قلوبنا، طهر اللهم قلوبنا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قد قست منا القلوب وأنت علام الغيوب، فاللهم نور لنا قلوبنا، فاللهم نور لنا قلوبنا. اللهم عافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. لا تقلقنا.
تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. نسألك يا الله الفردوس الأعلى في الجنة ورفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من النار، فأعتق اللهم رقابنا من النار، فأعتق اللهم رقابنا من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.